يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يتعاطى علاجاً يستعمله على جسمه من الخارج، وهو مكون من النيكوتين الذي في التبغ والدخان، هل هذا مباح؟ إذا صح هذا، هذا يسأل عنه المختصون من الأطباء، وأظن هذا أنه أصل، يعني هم يجعلون اللصقة هذه يقول أنها تخفف من أو تساعد على ترك الدخان، أنه نوع من العلاج، لأنها تشتمل على شيء من الأدوية التي تسري في المسام، مسام الجسم، حتى إن الإنسان يترك الدخان. فإذا صح عند الأطباء هذا فلا بأس من استعمالها. نعم.